أهلا وسهلا مشاهدينا في هذه الجزئية التي نطالع فيها الأخبار الواردة عبر شبكة الشروق نت. سعداء أنكم معنا أستاذ دكتور عبد الملك النعيم للتحليل أكثر الأخبار الواردة عبر شبكة الشروق نت وأخبار أخرى حنتناول بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا ألف مرحب بك أخي حمزة، وأهلا أخي حسام، وتحية ليكم ولكل متابعي قناة الشروق وصباح الشروق والشروق نت يوم الأحد. أهلا بك كثير، سعداء جدا مرحب بكم. ومن غير العادة نبتدر اليوم فقرة الشروق نت بواحدة من الزوايا المقروءة للدكتور مزمل أبو القاسم للعطر افتضاح، ويبدأها بعنوانه مستصغر الشرر. ما يحدث في بعض أجزاء الوطن من اجتراء على السلطة الحاكمة وأخذ الحقوق باليد وانتهاك متكرر لهيبة الدولة أمر بالغ الخطورة، يهدد استقرار الوطن وينال من أمنه وسيقوده إلى ما لا تحمد عقباه. نتابع ما تفعله بعض لجان المقاومة بقلق شديد، ونرى أنها اشتطت في أفعالها وتجاوزت الخطوط الحمراء في سعيها لفرض مطالبها بغض النظر عن موضوعيتها من عدمها، ومنها ما حدث في الحصاهيصة من تعد على مبادئ المحلية بطرد موظفيها وإقلاق أبوابها ومنع الناس من ارتيادها بادعاء أن من يديرونها ينتمون إلى النظام السابق. ويواصل الكاتب التجاوز ذاته، انتقل إلى العاصمة فالفوضى سريعة العدوى، حيث اقتحم أعضاء إحدى لجان المقاومة مستشفى علي عبد الفتاح بدروشاب، وأخرج المدير الطبي والإداري والموظفين وأغلقوا المكاتب، مما أدى إلى إخلاء المرضى ومغادرة الأطباء وبقية الأطقم الصحية للمستشفى. وفي اليوم التالي تكرر الأمر نفسه في مستشفى حاج صافي بالخرطوم بحري باقتحام مكتب مديرها ومطالبته بالاستقالة. لو انتشرت هذه الأفعال غير المسؤولة وتمددت فعلى الوطن السلام، وهي محسوبة قطعا على قوى الحرية والتغيير المطالبة بضبط منسوبيها والسيطرة على أفعالهم وتحركاتهم وإقناعهم بأنها تمتلك كامل القدرة والكفاءة اللازمة لإدارة شؤون الدولة، وبالعدم عليها أن تخلي مسؤوليتها عن تصريف الفترة الانتقالية وتعلن عجزها عن الوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها بموجب الوثيقة الدستورية. دكتور عبد الملك، ما تم التغيير، تغيير النظام السابق، بعدها تم تكوين الحكومة الانتقالية من واجبة إزالة إحلال وإبدال في المؤسسات المختلفة، لكن ما تقوم به لجان المقاومة الآن لطرد بعض المديرية المستشفيات من المستشفى، الأمر ده بالغ في الخطورة، خاصة وأن الخدمة تقدم للمواطن نفسه وتقدم للجان المقاومة أنفسهم. كيف تقرأ في مجمل ما قيل في هذا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كلنا متابعين الآن، الحكومة بكامل تكوينها هي نتاج لقوى إعلان الحرية والتغيير، يعني هي التي رشحت الحكومة وهي التي اختارت منسوبيها من الجهاز التنفيذي، والآن هي التي تجري عملية الإحلال والإبدال في كل مؤسسات الدولة، على الأقل من وجهة نظرهم أنه ده اللي بيحقق أهداف الثورة. بيبقى المجلس التشريعي القادم 67% منه حيكون من نصيب قوى إعلان الحرية والتغيير، الجهاز السيادي الآن مناصفة بين الحرية والتغيير والجهاز العسكري، بيبقى كل المكونات الآن هي مكونات الحرية والتغيير. يبقى الحكومة اللي كونتها الحرية والتغيير هي يجب أنها تقوم بمهامها كاملة، بحيث أنه هي الجهاز المعترف به، هي الجهاز الذي يجب أن يتبنى كل السياسات سواء كان أمن أو اقتصاد أو سياسة أو اجتماع أو ما إلى ذلك. طيب، إن كانت هناك حاجة للجان، حق تكون لجان المساعدة والدعم، لأنه ما في حاجة الآن تقاوم. الآن أنت إذا كان بتعمل أي خطوة بتخل بالأمن بتكون أضريت بالحكومة اللي هي أصلا مسؤولة من الأمن. أنا أتصور إنه حق اللجان اللي تشكلت الآن، أول حاجة يجب أنها تتشكل بقانون، سواء كانت لجان تسيير أو لجان شعبية أو لجان أحياء، يجب أنها تشكل بقانون عشان تكون مسؤولة لدى جهات محددة ويكون عندها مهام واختصاصات محددة، ويجب أنها تكون لجان بتاعت دعم ومساعدة وخدمات. يعني الليلة الأحياء السكنية كلها محتاجة لخدمات،
ومحتاجه للسواعد بتاعت هؤلاء الشباب. اذا تكلمت عن النفايات، اذا كانت تكلمت عن النظافه العامه، اذا كانت تكلمت عن الميادين، تكلمت عن نشاطات كثيره جدا. بيبقى انا افتكر انه اولا ما في مبرر لهذه التسميه، لجان مقاومه تقاوم منه. اذا كان في اي عناصر انت شاعر بانها من النظام السابق، دي مسؤوليه الحكومه، والحكومه كونتها انت، هي تشكل اجهزتها. الحاجه الثانيه انك انت كلجان يجب انك فعلا تعمل بقانون وتعمل باهداف وتعمل بموجهات. واذا كان خليت باي من الاهداف بتاعتك دي المنصوص عليها، يجب انك تجد المعاقبه من الجهات المسؤوله اللي هي الحكومه نفسها. فانا افتكر انه النماذج اللي ذكرها الاخ دكتور مزمل ابو القاسم نماذج مؤلمه جدا، وفعلا ممكن تقود الى فوضى، لانه انت ممكن تتوقع جدا انه تقوم لجان اخرى يعني مقاومه لهذه اللجان. ما اذا كان شعروا بان والله ممكن يدخلوا اي مباني حكوميه ويفعلوا اي شيء، ممكن تنشا لجان اخرى، وبالتالي كده بكون كلنا شلنا القانون بيدنا وتركنا الجهاز التنفيذي انه يقوم بدوره. انا افتكر انه الدعوه من الان لمجلس الوزراء ومؤسساته، وهو نتاج طبيعي 100% لحقوق لاعلان القوه حريه والتغيير، حقه هو يضبط كل هذه المسائل، وان هذه اللجان اذا اراد لها ان تكون يجب ان تتكون وفق قانون، ويكون عندها اهداف، ويكون عندها اجنده، ويكون عندها محاسبه. لكن انا افتكر ترك المساله بهذه الطريقه هي غير سليمه قطعا، وحتقدح في عمل الحكومه نفسها، لان الحكومه الان مسؤوله من الامن. يعني اي جهه الان سواء كان في الحصحيصه ولا في الدروشاب ولا في اي حته، لو حدث لها اي خلل او اي اضطرابات امنيه، في النهايه مسؤوليه الحكومه. بالتالي حقه يا اخواننا ان نقود المرحله الانتقاليه دي بدرجه عاليه جدا من الوعي والذكاء، لانه اي اختراقات زي دي ممكن تؤدي الى فوضى، وممكن تؤدي الى عدم استقرار. والان اذا كان الحكومه هي بتتخذ في خطوات لتصفيه كل جيوب النظام السابق عشان تحل محلها بقوى اعلان الحريه والتغيير وبالثوريين، خلي المساله دي كلها تمشي في اطار السيستم الموجود، مجلس الوزراء، الجهاز التشريعي، مؤسسات الدوله المختلفه، وبعد ذلك هي تكون مسؤوله امام الراي العام من الاداء بتاعها خلال الفتره القادمه. لانه لو انشغلت الان الحكومه باطفاء الحرائق اللي بيجيها من ناس نفسهم، يعني افتكر تكون مشكله. بعد شويه انتوا حتقروا كلام الحزب الشيوعي السوداني، جزء في قوى اعلان الحريه والتغيير وجزء من المعارضه او معارض اساسي. دي كلها نفتكر بتقعد بالحكومه دي من انها تقوم بدورها وتحقق اهدافها خلال الفتره الانتقاليه. نعم. الانتباه لهذه المسائل مهم جدا، ويجب انه حكومه الدكتور حمدوك انها تتخذ خطوات قويه جدا عشان تضمن الامن والاستقرار، عشان تقدر تعالج المشاكل الاخرى. ربما ينظر البعض ان هناك فراغ في بعض الامكنه والبراحات ان صحت هذه العباره، السؤال هنا كيف يملا هذا الفراغ؟ عادي، انت اذا كان مثلا حليت اللجان الشعبيه بتاعت الاحياء اللي بتعتبر ساعد، كون لك لجان تسيير بالتحديد وخليها اديها مهام وبعد ذاك راغبه وتابعه. يعني الفراغ ممكن تملاه بالقانون، ما بتملاه ساكت. يعني اذا كان عندك فراغ فعلا، شوف انت كيف ممكن تاسس للجان تكون داعمه. وانا لسه بقول أنه نحن محتاجين لمثل هذه اللجان، سواء كان من الشباب أو من السكان، لكن محتاجين لها في مهام تانية مختلفة خالص، محتاجين لها في الخدمات كلها. الخدمات دي كلها محتاجة لأنه الناس تكون حضور. فقننا تقنينا بسد الفراغات دي، بتكوين لجان، بقانون، بمحاسبة، بمراقبة، بميزانيات حتى كمان، عشان تقدر تأدي لك دورة. لأنه أنت لما تحل اللجان الشعبية وما تعمل لجان تسيير، وبعد كده تقوم لجان مقاومة وتقوم في الأحياء بس حسب رغبة الزول وحسب توجهه كده، كده أنت بتكون على الأقل تركت ثغرات أخرى ممكن ينفذ منها آخرين.